بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم على توزيع زورين او اس 7 اللي بإصدار رقم 7. التوزيع هذه بصراحة فيها حاجات كثير جدا، لكن أنا بحط لكم معلومات مهمة على توزيعه. أولا مبني على أبونتو، تمام، يعني أنك إذا تعرف تستخدم أبونتو تعرف تستخدم هذه ميزات الأبونتو موجودة هنا. النقطة الثانية أنه أشوف أنه واحدة من بوابات كينو لينكس، طبعا هذا مكتوب بالموقع حقهم. قلت أشوف التوزيع أستكشفه، طبعا استخدمت التوزيع اللي قبل اللي هي 6، لكن 7 هذا أول استخدام له، ما استكشفته بشكل كبير، راح استكشفه معكم الحين، تمام. فإذا قلنا أن واحدة من بوابات كينو لينكس معناته أنه راح تكون بصف أبونتو ولينكس مينت، راح تكون معهم زورن، تمام. ممكن في توزيعات ثانية، لكن أشوف هذه أنه في مميزات. واحدة من المميزات أنه ممتازة جدا للمستخدم اللي توه منتقل من ويندوز 7، توه منتقل من 7 راح ينبسط جدا مع التوزيع هذا، نظرا لأنه فيها محاكاة كبيرة للويندوز. طيب خلونا نشوف التوزيع بسرعة، لا مو بسرعة، شوي نشوف شو الموضوع حب حب. يلا طبعا زي ما انتم شايفين الشريط تحت هذا اللي موجود هو افانت، طبعا اللي يبي افانت يقدر ركبه يسوي زي الشريط هذا بالضبط. هنا في قائمة المستخدم العادية، تسجيل خروج و إلى آخره، تمام، إعادة تشغيل. في عندك هنا اللي هو الوقت، اوه ايلول زين. طبعا احنا بالسعودية ما نستخدم التقويم هذا، نستخدم هجري او نستخدم الميلادي على الطريقة الغرب المتوحش. زين، فما نقول ايلول، احنا نقول سبتمبر، لكن ايلول حلوة يعني، زين، تموز والشغلات ذي، نيسان، ايش موضوع نيسان. طيب هنا الصوت، تمام، فعندك في الصوت ايقونة صوت عادية، ممكن تتحكم بالصوت من ترفعه وتقصره والى اخره. في هنا الريذم بوكس، لو عندك مقاطع صوتية ممكن تشغلها لك الريذم بوكس من هنا مباشرة زي الموجود بالبنتو. هذا الشبكات، فممكن تحصل هنا الوايرلس والى اخره، تطفي الشبكة تشغله. حاجتين ذي هذه مالكم على غبة، هذه انا متوها حاطه عشان تسجيل. طيب المنطقة هذه الشفافة هذه خاصة بالبرامج المفتوحة، تمام، وفي برامج مثبتة هنا. البرامج المثبتة هي جوجل كروم افتراضي او متصفح الافتراضي الجاي مع توزيعه، لا انصح باستخدامه نظرا لان هذا المتصفح متصفح شرير جدا، وقد يخل بمدري وش خصوصيتك وياخذ منك ملفات انت ما ودك تعطيه الى اخره، زين. لذلك ممكن تستخدم البديل اللي هو كروميوم نفس النسخة، تمام، او انك تبعد عن اي شيء تبع جوجل وتستخدم فايرفوكس، تمام. طيب ما راح اسوي مفتح الكروم اصلا معروف، لكن لو فتحنا مدير الملفات هذا، طبعا مدير الملفات هو ناتلس، افتح سمسم، زين. طبعا ناتلس معروف خاص بالجنوم، تمام، طبعا واجهه اساس بشكل عام هذه جنوم لكن معدله اباوت، اوكي ما حطوا ناتلس لكن هو ناتلس، واضح شكله ناتلس، ممكن يكون نمو، لا مو بنمو، اصبر شوف، لا هذا ناتلس. طيب اوكي راح نجي الحين نشوف اللي هي الريذم بوكس، هذا الريذم بوكس مشغل الموسيقى الافتراضي، اوكي زي ما انت شايف. طبعا المميز بالمشغل هذا انه يعطيك اللي هنا الحركات ذي اللي هنا اللي انا ما ادري وش، لكن اشوف الناس كلهم يستخدمونه. طيب الان نجي للقائمه حق البرامج، زي ما انتم شايفين قائمه البرامج هذه فيها محاكاه قويه جدا للويندوز، اوكي، من ضمنها صوره المستخدم هنا وورا متوخر ذي، اي وخر عن وجهي، اي وخر، اي شيء مبني على بونتو ينرفزن، ما ادري اي خري بالله. طيب الحين نجي ونشوف اللي هن القائمه اللي هنا على السريع. طبعا زي ما قلت لكم هي نفس قائمه الويندوز 7، يعني ما راح تحصل شيء يخوفك، نفسه هوم فولدر يفتح لك اللي هو مجلدك الافتراضي حق الهوم، تمام، هتفتح لك هذه الملفات المستندات بيكتشرز ميوزك فيديوز، اخر المستندات المفتوحه كمبيوتر، راح يفتح لك كمبيوتر زي ما انت شايف، زين، الاقراص والى اخره، زين. ذكرت واحد ابلش عندي نتورك، وفي عندك كونكتو، وفي عندك يونيفرسال اكسس اللي احتياجات خاصه، سيستم سيتنجز اللي هي اعدادات اوكي نفس اعدادات جنوم او نفس اعدادات الابونتو بشكل اصح، لان جنوم ما فيه لا هذه ولا ذي، تمام. طيب طبعا اللغه العربيه ممكن ثابته من هنا ترى، يعني اذا تبي اللغه العربيه ممكن تروح هنا لانجويج سبورت وبعدين تختار اللغه العربيه. الحين افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال، اوكي، تضغط على اللي هي انستول ريموف لانجويجز، ثم تحط علامه صح على اللغه العربيه من هنا، تضغط على ابلاي، بالنهايه اللغه العربيه بتحصلها موجوده تحت، تسحب على فوق تضغط على ابلاي، هذه عشان تصير اللغه العربيه. طيب اوكي ما عندي شيء بسويه. في عندك برايفسي، هذه اتكلم عن التحكم حق تبونتو انا. طيب راح نجي الحين نشوف البرامج الموجوده. اكسسوريز موجود زي ما انت شايف، هذه البرامج بدي ملفات مضغوطه حاسبه عارض للمحارف، ديسكس اللي هي مدير الاقراص،
فايل شفناه قبل شوي مدرب الفات فونت فيور ما احد يستخدمه ذا اللي هو عرض الخطوط. في عندك هنا السكرين شوت اللي هو ياخذ لقطه مصحف مكتب تيرمينال. في عندك تكست اديتور تيرمينال. تيرمينال حقتهم حلوه ترى شوف شكله ازرق. عموما بشكل عام التوزيع هذه راح اسحب تخصيصه بشكل كامل وحطه على توزيعتي ماشي. طيب راح نجي هنا نشوف شو بعد عندك. هذا جي اديت طبعا التكست اديتور. راح نجي للجيمز عفوا دخلنا على جرافيكس نكمل على جرافيكس. في عندك دوكيمنت فيور اللي خاص بعرض البي دي اف. جيمب تصميم الصور بديل فوتوشوب. ايمج فيور خاص بعرض الصور. ليبر اوفيس درو ما في بديل له على الويندوز او صح ما في زيه انا ما شفت زيه زين. او في عندك اللي هو شات ويل اللي هو بالمناسبه معلومات حقت الويندوز قديمه جدا لا يجي واحد الحين تحت يسوي لي فيلم. شات ويل اللي هو منظم للصور سمبل سكان اللي هو عارض او ياخذ سكان من الصور. الجيمز في 1 2 3 4 5 اوكي في 5 العاب بس لاني ما بيفتح لعبه وبعدين اقدر العب وخليكم. انترنت في عندك ديسكتوب شيرنج من هنا ممكن تعطل وتفعل اللي هي مشاركه سطح المكتب مع احد ثاني. جوجل كروم ماسنجر بيجن. في عندك هنا اللي هو مشاركه اللي هو سطح المكتب حقك او بتتصل مع واحد ثاني عن طريقه. في عندك الثندر بيرد اللي هو قارئ البريد. وفي عندك هنا الزورين ويب براوزر هذا جميل جدا. حطوا لك خاصيه من هنا الخاصيه هذه كالتالي انه والله ما تبي كروميوم ممكن تضغط على ان انستول وتشيله تسوي انستول فايرفوكس او اوبرا او مدري. انا من ما ادري بصراحه انا ما استخدم اوبرا ولا اعرف وش اوبرا اوكي لكن اعرف انه متصفح ناس تمدحه وناس تسبه فما ادري ما عندي اي فكره عنه اوكي. طيب في النهايه اللي هو اليمين هذا اللي هو شو اسمه مدري اللي هو نسخه خفيفه من فايرفوكس. طيب انترنت اوفيس طبعا في ليبر اوفيس برامج ليبر اوفيس. لو نفتح مثلا الامبرس نشوف الاصداره اوكي. طبعا الامبرس هذا بديل باوربوينت حلوه اخر اصداره متوفره اللي هي 4.0.2.2. طيب الاوفيس ما في شيء ثاني. طيب نروح لما المولتي ميديا اوكي ساوند اند فيديو. في هنا حارق الاقراص هذا زي يعني يحط لك زي نيرو حق الويندوز تمام نفسه. تشيز اللي هو يعرض الكاميرا زي هذا اللي هنا بس انا ما استخدم تشيز. جاف سي فيو هذا انا نزلته اللي هو هذا النافذه هذه اوكي. عندك اوبن شوت هذا برنامج تحرير الفيديو مو زي ويندوز موفي ميكر تمام. هذا اللي اذكره عن زكسبي صراحه تمام. لكن فيه انا في اعدادات متقدمه هنا وفي بعض الاشياء الجميله لكن بشكل عام هو الانتاج الفيديو اوكي. ممكن تصلح فيديوهات بسيطه او ممكن تصلح متقدمه عن طريقه تمام. ساوند ريكوردر تسجيل هذا الفيديو طبعا هذا شكله توتم تمام. شكله توتم مو متاكد بالمناسبه اعتقد ان توتم اي لا توتم هذا هو تمام. توتم اعتقد انه الافضل الا يعني الافضل في حال انك جهزت جميع الكوديكس الخاصه بالبرنامج لانه ما يشتغل مثل الفي ال سي. الفي ال سي يشغل كل شيء على طول هذا لازم تجيب له كوديكس. ايضا توتم اعتقد انه طوطم بالعربي طوطم تمام. كانه شيء مؤله ما ادري بصراحه ايش موضوعه ممكن تشوفون ايش موضوعه انا مرت علي الكلمه دي بس ما ادري وين. طيب فوكو سكرين هذا عشان اصور الشاشه هذا نزلته انا قبل شوي. اوفيس اوكي سيستم تولز هنا في بعض الاعدادات هنشوف اللي هي موجود. زورين لوك تشينجر اللي هو زورين لوك تشينجر هذا الله يسلمك مجرد انك تضغط على ويندوز 7 يعطيك شكل ويندوز 7 تضغط ويندوز اكس بي يعطيك شكل ويندوز اكس بي لكن بطريقه زورين ما راح يعطيك نفس الشكل ازرق وما ادري ايش. وهذا اللي هو جنوم 2 يعطيك نفس شكل جنوم 2. ما راح العب بالتوزيع لانه اساسا الواجهه هذه كلها على مؤثرات الكومبوز يعني ممكن اسوي شيء وبعدين يخرب التسجيل علي. طيب سيستم تولز في عندك سيستم سيتنجز تكلمت عنها. سيستم مونيتور اللي خاصه بمشاهدات الذي السيستم لوج. سيستم لوج وات از سيستم لوج حلو هذا يقرا لك اللوج الخاص بالسيستم فزي الاكس اورج مثلا تشوف ايش صار بالاكس اورج اوكي. لا ارجع سيستم تولز اي بوس استخدم اوكي هذا حلو هذا يوريك استخدامات القرص الصلب عندك اوكي زي ما انت شايف هذا القرص مقسم عندي بالشكل هذا يوريك ايش الملفات المستخدمه ايش اكبر قرص والى اخره زين. سيستم سيتنجز في عندك هنا بريفرنسز نبدا من تحت احسن. تويك تول خاصه جنوم تويك تول ما فيها شيء مجرد تغير الشكل والى اخره لكن خلونا نشوف اذا الثيمات هذه حقتهم حلوه ممكن تعدل الثيمات من هنا بسرعه. زورين كلن اوكي معناته الرقم هذا راح اشيله. طيب ايش عندنا بعد عندنا سيستم تولز في عندك بريفرنسز وين وصلنا سوفت وير اوكي ابديت ما نبيه فايل شيرنج ما نبيه. باسورد اند كيز هذا حلو هذا اذا انت بتستخدم يعني انت تستخدم خصوصيه تشفير الى اخره مهتم بالتشفير هذه الاشياء تساعدك انك تشفر ايميلاتك وملفاتك الى اخره. طيب ايش عندنا سيستم تولز اوكي ريفرنسز
وصلنا الى مين منيو اللي هي القائمه الرئيسيه. طبعا هذه مجرد تعديلات على القائمه الرئيسيه واللي هي بالاصح من موجود اصلا هنا يعني بالاخر يعني هالاشياء دي اعتقد انك ما تشوفها بذا. اعتقد ليش تعتقد شل جرب اه مزبوط اشتغلت الا حلو والله القائمه دي جميله. طيب راح نروح الى سيستم تولز بريفرنسز ديسكس اوكي ما في شيء كومبس انتبه تلعب هنا من الاخر اقول لك اياه الابونتو او ما بيني عن الابونتو اي واجهه تستخدم الابونتو بتخصيص معين اذا بتلعب هنا بتاكل هواء ماشي الا في حال انك مستخدم تعرف ايش تسوي ماشي. لكن الاعدادات الافتراضيه اللي هنا يفترض انك ما تسوي شيء. الكومبوز هي المؤثرات اللي انت شايفها هذه زي هذه مثلا زي المكعب اللي هنا تمام هذا هو الكومبوز. لكن اذا بتعدل هنا ممكن يحصل لك بعض الاخطاء نظرا لان اساسا الزوري مبنيه على توزيعة ابونتو الغير مستقره. طيب اوكي هذا الكومبوز خلصنا منه. ادمنستريشن ايش عندنا هنا جيبارتد تقسيم الاقراص سوفت وير سنتر خاص بالبرامج سوفت وير ابديتر تحديث سينابتك معروف سيستم تيستينج اللي هو اختبار للنظام وفي عندك هنا اللي هو الويندو والويندوز وايرلس درايفرز ماشي اوكي تقريبا هذا الموجود خلصنا ولا باقي يونيفرسال واين ما في شيء معين. طيب راح ناخذ فره سريعه مثلا على القائمه هذه لو حابه تعدل شكله مجرد عليه تضغط عليه بالزر الايمن بريفرنسز من هنا. طبعا هذه القائمه معروفه اسمها جنو منيو او جنوم لا جي ان او منيو تمام فهم غيروا اسمه الى زوري منيو سيتنج حركه بايخه تمام لكن عادي انت برمجيه تحط تسوي اللي تبي. من هنا تغير الثيمات شايفين هذه الثيمات طبعا انا عرفت انه هذه هي من شكلها ومن الثيمات اللي موجوده نفس الثيمات المفترضيه اللي هناك. بريفرنسز ممكن من هنا تعدل بعض الاشياء على السريع الى اخره. طبعا الكوماندز هذه اذا كنت شخص تعرف الكوماندز فراح راح تقدر انك تعدل الكوماند زين بحيث انها تسوي لك حاجات معينه فمثلا لما تطلع اللوج اوت ايش راح تسوي الى اخره. طيب الشريط السفلي تحت جدا بسيط تعديله اضغط عليه بزر الايمن دوك من هنا ثم عدل سوي اللي تبي. طبعا زي ما انت شايف ممكن انك تشيل هذه تجي بالنص ممكن انك تستخدم اخفاء ممكن تستخدم 3 دي مود اعتقد في 3 دي مود هذا 3 دي زي ما انت شايف. طبعا كل ما تغير طبعا راح يتغير الشكل الافتراضي اكيد عليك اوكي لكن الافتراضي حقهم اللي هو فلات والله يا جماعه اني ضيعته هذا هو اوكي هذا هو الشكل الافتراضي حقهم. الى هنا تقريبا انتهينا من التوزيع باقي نغير الخلفيه بس نطق من هنا الخلفيات اللي موجوده بما ان كل شيء ازرق ازرق خلينا ناخذ هذه. طيب بالنهايه التوزيع هذا جميل جدا من خمسة اعطي 4.5 النص هذا طار ليش؟ لان التوزيع غير مستقر ترى من الاخر اقول لكم اياه خاصه اذا عدلت اي شيء بالكومبوز لان ترى سجلت فيديو قبل المره جلست العب بالكومبوز وتخربط كل شيء ورحت من جديد اسجل اوكي لكن التوزيع ان شاء الله اللي هي القادمه اللي هي المستقره اعتقد بتعطي شكل كبير ممتاز جدا. النص هذا ممكن تتغاضى عنه نظرا لانه النصف هذا راح عشان استقرار توزيع عشان توزيع نفسه فيها برامج غير حره زين لذلك خلونا نشوف شو البرامج غير حره على السريع اذا حاب تحذفها لكن منطقيه جدا المحطوطه يعني اوكي. في عندك المكتبه هذه حقت الصوت تمام وفي عندك الاوراكل جافا اوكي الجافا حق الاوراكل لكن او مبرمجي الاوراكل اللي مضطرين يستخدمون الاوراكل لازم ينزلون هذا وهذا الانرار ممكن تستخدم بدال الحر. في عندك فلاش ممكن تستخدم بداله قناش اوكي. في عندك هذا اللي هو خطوط مايكروسوفت ليش ما بلازم تمام. واين تريكس ما في اي مشكله لكن مشكلته انه ممكن يشغل لك برنامج ويندوز بس هذه فكرته تمام لان هذا حزم كونترب مشكله الكونترب كالتالي انه الحزمه يمكن تكون حره اوكي لكن ممكن تعتمد على شيء غير حر اوكي. في نهايه المطاف التوزيع هذه مو بلازم تستخدمه ممكن اذا عجبك التخصيص تنزل التخصيص عندك. كالعاده التوزيع هذه او فكره التوزيع بشكل عام هو انه تعطيك شيء معين عند اول تثبيت للتوزيع هذا يعني انك ممكن تثبت الاعدادات الخاصه بهم هذه او الشكل او الايقونات او اي شيء ممكن تسويه على توزيعتك الحاليه بدون ما تغير توزيعه. لكن اذا حبيت تعطيه حتى توزيعه وتخليه يعني ما يستغرب الوضع ممكن تعطيه هذه فكره التوزيعات. انتهى درس اليوم نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. باي باي.